صندوق التنمية الثقافية أجرى احتفالية في قبة الغوري اسمها سبيل الروح بمناسبة العام الهجري الجديد. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت مجهود كبير في تغطية الاحتفال وتوثيقه، وده ضمن البروتوكول اللي وقعته المتحدة مع وزارة الثقافة. وطبعا البروتوكول بيتضمن نقل وتوثيق الحفلات والفعاليات اللي بتنظمها الوزارة في إطار دعم الفن الراقي وكمان اكتشاف المواهب وترسيخ الهوية المصرية. احنا بنحاول ان احنا نعمل احتفاليه راقيه، الجمهور حقيقه متعطش جدا لهذه الاحتفاليه. بنقدم الفن السماع، اصوات الحقيقه انا اكتشفتها من عام 2006 من اقاليم مصر المختلفه، وترعرعت، اللي كان صغير كبر واللي كبر اتجوز وهكذا، اجيال واجيال في فن السماع. دعونا بقى ان احنا نقدم احتفاليه تليق بمصر وتليق بالدول العربية وتليق بالعالم كله. كل عام ومصر بخير وحضراتكم بخير. تضم هذه الاحتفاليه مجموعه من الفرق المتميزه الذي اسسها الفنان انتصار عبد الفتاح، منها فرق السماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحيه، وفرق السماع للرقص الصوفي المولوي، وفرق التواشيح من سوريا عدنان الساسه، وفرقه بنات الحور. وبتضم وبيربط بين كل هذه الفرق مجموعه مختاره من الاشعار الصوفيه من ائمه الصوفيين ابن عربي وجلال الدين الرومي وغيرهم. الحقيقه في تركيبة خاصة جدا من تركيبات السحرية المتفردة للفنان انتصار عبد الفتاح. حضرت يا سيدي الأكوان متجها نحو المدينة طارت كنت تبغيها. الحقيقة الاحتفالية دي بنحرص ان احنا نحضرها كل سنة، السنة دي طبعا عشان العام الهجري الجديد. كل سنة وانتم طيبين، عام خير علينا جميعا ان شاء الله. ودكتور انتصار عبد الفتاح الحقيقة بيعمل لنا روحانيات وجو روحاني كلنا بنبقى محتاجينه، بس الحقيقة بنشكر وزارة الثقافة، لكن في نفس الوقت بنطلب تكرار مثل هذه الاحتفاليات وإنها تكون ممكن في الأوبرا في أماكن أوسع، لأن أنا مش عايز أقول لحضرتك الجمهور اللي جاي والجمهور اللي من المحافظات اللي عايزين يحضروا لهذه الأمسية ويستمتعوا بيها. انتصار عبد الفتاح زي ما عودنا هو صاحب رسالة، صاحب رسالة بيؤكد فيها على إحياء وتفرد الشخصية المصرية. هو عمل فرقة سماع للإنشاد الصوفي والموسيقى الروحية. انتصار عبد الفتاح فنان قدر ان هو يمزج بين المكان والزمان والفرق، يعني هو من قبة الغوري الفواح بعطر التاريخ. ده جزء من الرسالة بتاعت الدكتور انتصار عبد الفتاح والمشروع الكبير بتاعه اللي هو بيقول انه مصر بلد الامن والامان ومصر بلد السلام. احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد، كل سنة وانتم طيبين. طبعا هو مزج ما بين الانشاد الصوفي وما بين الفرق المختلفة سواء السورية او المصرية، فانا بحييه وكل سنة وانتم طيبين. احتفالية اللي بيقدمها الدكتور انتصار عبد الفتاح في كل مناسبة دينية بالذات وخصوصا في المولد النبوي الشريف، يعني احنا حضرناه قبل كده وبنحرص ان احنا نحضرها، لان بيعمل بصراحه كوكتيل بين فرق من دول كتيره اسلاميه شرقيه واسيويه وعربيه، وبيعمل هارموني كويس جدا بينهم، وبيبقى احتفال جميل جدا بصراحه.